معاكم نورهان اسماعيل والجنس الآخر. الراجل اللي بيخون عنده مليون مبرر لخيانته، لكن الأساس إنه مازال عنده فضول يشوف الدنيا ويحس إنه مرغوب فيه من حد جديد. أنا طبعاً ضد الخيانة ومش ببرر له، بس اللي الواحد فهمه من الرجالة نفسهم إنهم دايماً يقولوا إنه بيولوجياً ربنا خلقهم كده، لكن الحقيقة هي حاجة نفسية مش أكتر. يعني هو بيبقى عايز يشعر إنه مرغوب فيه من كذا واحدة ست، حلوة وحشة، مهم إن هم كذا واحدة. العجيب طبعاً إن لو الست فكرت زي الرجالة كده بيتقال عليها أفظع الأشياء. فالراجل حتى لو محترم في مرحلة، بيجي في مرحلة جديدة وبيبقى نفسه يجرب اللي فاته أو اللي مش لاقيه. يعني مثلا لو مراته طيبة يبقى نفسه في ست شريرة مش سهلة، ست تهزقني تهزقني تهزقني. لو مراته مش مهتمية بيه زي الأول عشان خلفت مثلا، بيبقى نفسه في واحدة تلف حواليه وتحسسه أنه أهم حد في الدنيا. فالموضوع في الأول وفي الآخر نوع من أنواع النقص، واللي بدل ما الإنسان يعمل الحاجة الصح وهو أنه يروح يتكلم مع مراته، بيروح يشوف بديل برة ويلعب بديله. ولو واجهتيه هيلومك وهيقلب الترابيزة في أنه لو كنت مريحة ما كانش بص برة. بس هي الحقيقة أنه بص برة عشان هو بيدور على إثبات رجولته عن طريق شعوره بأنه مرغوب فيه من ستات تانيين غير اللي نجح في أنه يحصل عليها أصلاً من الأول. وللأسف الرجالة مش بتتغير وهيفضلوا يبرروا، هيقولك فضول، نقص، حب اكتشاف، حلاوة البدايات، ديل الكلب عمره ما يتعدل، بحب نفسي، زهق، روتين، قلة الدين، فراغة عين، دناوة وطمع، تفاصة، مش متكيف. أنا الشارع محللي أربعة. الراجل لما بيتواجه بأي حاجة من دي يا إما بيبرر ذكورته المتفحشة وإن الستات مش زي الرجالة، يا إما بيتكلم عن إنه برضو في ستات خاينة. المهم إنه عمره ما هيقول إنه غلطان أو ندمان أو زعلان أو حتى حران. الخيانة الزوجية بتحصل برضو من الستات مش بس الرجالة، أكيد مش هنكر في نسبة من الستات برضو مش راضين عن جوازاتهم، وبدل ما يتطلقوا بيقرروا يخونوا أجوازهم. وأكيد مش هبرر لهم لأني برضو ضد الخيانة في الحالتين، بس دايما السبب الأساسي هيبقى لأن راجلها معرفش يديها اللي هي عايزاه، حب وحنان أو لهفة وانسجام. الخيانة بتبتدي بنظرة أو لايك على بوست، بتمتد بقى لمشاهدة فيديوهات، كلام في الشات، مقابلات، غراميات أو قبلة في الخفاء. نسبة الخيانة زادت كمان لأننا بقينا كلنا ماسكين التليفونات ليل نهار، ومعادش الخروج صعب زي زمان. يعني الحجج مفيش أسهل منها، ده حتى تمارين الأولاد بقت تستخدم كحجة في تبرير الغياب إن ما كانش مع الكابتن نفسه. إحنا قدام حالة من الفهم الخاطئ للعلاقات وللجواز، لأن في ناس ممكن عشان ما تهدش بيتها وأولادهم يلجأوا للخيانة أو للعرفي كحلول قال إيه مش هتهد البيت، ظنن منهم إن الطرف التاني عمره ما هيعرف وإن الأولاد عمرهم ما هيحسوا. تخيل لما حد من ولادك يعرف عن طريق الخطأ أو الصدفة إنك متجوز عرفي، أو شافك مع واحدة غير مامته، أو شاف مامته مع حد غير أبوه. تخيل وانت هتعرف الموضوع بيمشي إزاي. الأهالي دي كلها مش عارفة إن الخاين ريحته بتتشم وتصرفاته بتبان، ولو ما بنتش في الأول بتبان بعدين. إن الطرف التاني برضو بيمشي المراكب السايرة عشان مش عايز يهد المعبد على اللي فيه. والأولاد دلوقتي بقوا يعرفوا ببساطة يقفشوا أهاليهم من الموبايلات. عيال اليومين دول واعيين أكتر من أهاليهم، وأكبر دليل على كده كمية الشكاوي اللي بتكتب في الجروبات في مين شاف رسالة مبعوثة لأمه، ومين شاف أمه واقفة مع الكابتن، ومين شاف صورة مبعوثة لأبوه، ومين شاف بالصدفة أبوه واقف مع واحدة وحاطت إيده في حتة. البشرية قاعدة تضحك على بعض وتبرر تفاصيلهم وكسرهم لعهود الزواج تحت مليون حجة وحجة، من الملل الزوجي للخرس الزوجي للتقصير للتفاصة لأي سبب كان، غير أنهم يواجهوا نفسهم بأنهم مش مبسوطين وكان نفسهم في حاجة غير اللي معاهم. وبالرغم من أن الطلاق حلال،
الكل بيحرمه على نفسه تحت حجة إن البيت ما يتهدش. فتمام، على الأقل عارف إن الزاني والزانية مصيرهم إيه، فأنت كده قررت تشيل الذنب ألون. وطبعا لما يتزنق خالص هيلجأ للشرع في تحليل العرفي والزوجة التانية، مع إن مصيرهم بصراحة مش مضمون، فمش عارفة جايبين الثقة دي منين. خيانة مش مقبولة، فما تخلوش حد يبررها. كان معاكم نورهان إسماعيل والجنس الآخر. ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني الحلقة الجاية، وتابعوني على أنغامي ويوتيوب.